مشاهدينا الكرام في كل مكان، مشاهدينا الأعزاء في فلسطين المحتلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما فلسطينية، والتي نخصصها لمناقشة أهم التحديات التي تواجه حركة حماس في الذكرى 28 لانطلاقتها، والتي تأتي في هذا العام في ظل ظروف عربية وإسلامية قد لا تبعث على الأمل، وفي ظل تصاعد الملاحقة والحصار والتضييق على الحركة، كما ننظر أيضا إلى أهم الإنجازات التي حققتها الحركة على صعيد المشروع الوطني ومقاومة الاحتلال. أهلا بكم. فقد أحيت حركة المقاومة الإسلامية حماس يوم الاثنين الماضي الذكرى 28 لانطلاقتها بمسيرات وفعاليات في عدة مناطق بقطاع غزة، حيث وظفت فعاليات إحيائها للذكرى هذا العام لدعم انتفاضة القدس دون أن تنظم مهرجانا مركزيا لها في الضفة أو القطاع. وكانت حماس قد انطلقت بشكل عملي في السادس من كانون الأول عام 1987 عندما أعلن الشيخ أحمد ياسين رحمه الله عن انخراط الحركة الإسلامية في قطاع غزة في العمل النضالي الجماهيري ضد الاحتلال بعد حادث الشاحنة الصهيونية التي قامت بدهس 6 من الغزيين استشهدوا من فورهم. ولكن الحركة أعلنت عن نفسها رسميا من خلال بيانها التأسيسي في 14 من كانون الأول ديسمبر من نفس العام 1987، ثم صدر ميثاقها في 18 من أغسطس آب لعام 1988. ومنذ ذلك الوقت مرت الحركة بمراحل عديدة وتطورت بشكل ملحوظ لكي تصبح بلا منازع الحركة السياسية الأكبر وفصيل المقاومة الأبرز على الساحة الفلسطينية. ولمناقشة مراحل تطور الحركة وإنجازاتها وأهم التحديات التي تواجهها، أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور عزام سلطان التميمي، الإعلامي والمفكر السياسي الخبير بشؤون حركة حماس ومؤلف كتاب حماس تاريخ من الداخل. وقبل البدء بالحوار نشاهد معا هذا التقرير. نخوة ومرجلة. 28 عاما مرت على تأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس حين تدعى لتأسيسها في 14 من ديسمبر من كانون أول من عام 1987 عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين في قطاع غزة، كان أبرزهم الشيخ أحمد ياسين. وتواجه الحركة اليوم تحديات سياسية صعبة جدا، وتزداد المطالبات لها بإجراء مراجعات فكرية وسياسية تمكنها من تجاوز العقبات التي تعترض طريقها وتؤدي إلى مواكبة الأحداث والتغيرات في المنطقة وبذل المزيد من الجهود إقليميا ودوليا للخروج من أزمتها السياسية والمالية التي تنعكس بالسلب على أدائها وتقديمها الخدمات للفلسطينيين. ويعتبر مراقبون أن استمرار حصار قطاع غزة يقع في مقدمة التحديات التي تواجهها الحركة. مقربون من الحركة يرون أن أدائها السياسي شابه أخطاء كثيرة، خصوصا فيما يتعلق بكيفية إيجاد حلول لأزمات قطاع غزة المحاصر منذ عام 2007، ويرون أن الحركة تحت عباءة الفكر الحزبي وليس الفلسطيني الوطني الشامل. ومما يزيد الأمور تعقيدا استمرار إغلاق معبر رفح مع إصرار سلطات الانقلاب في مصر على تولي السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن المعبر وإنهاء سيطرة حركة حماس عليه، فيما تقول حماس على لسان قادتها إنها جاهزة لأي مبادرة تساهم بحل أزمة معبر رفح البري الواصل بين قطاع غزة ومصر ضمن مبدأ الشراكة السياسية. حركة حماس من أكبر الفصائل الفلسطينية وأكثرها تأثيراً، وقد حققت ميدانياً إنجازاً عسكرياً كبيراً تمثل في تطور جناحها المسلح كتائب القسام واتساع نفوذها داخل فلسطين بعد انخراطها القوي في مقاومة الاحتلال للضفة الغربية وقطاع غزة. وتمكنت الحركة قبل 10 سنوات من الفوز بغالبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، لكن الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية
والاتحاد الأوروبي رفضوا الاعتراف بنتائج الانتخابات، كما رفضت حركة فتح الخصم السياسي لحماس وبقية الفصائل المشاركة في الحكومة التي شكلتها حماس برئاسة إسماعيل هنية بدعوى عدم الاتفاق على البرنامج السياسي. وتقول حماس إن حركة فتح عملت على الإطاحة بحكومتها بتعمد إحداث قلاقل داخلية، وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سحب الكثير من صلاحياتها، وهو ما تنفيه حركة فتح. وشهدت تلك الفترة اشتباكات بين عناصر الحركتين انتهت بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة بالقوة المسلحة. ومنذ ذلك التاريخ وتحديات قطاع غزة تحاصر الحركة، ناهيك عن دفع الحركة ضريبة غالية لمواقفها المبدئية من الأحداث في الدول المجاورة تحديدا سوريا، حيث تخلى عن دعمها الظهير الاستراتيجي لها المتمثل بإيران. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بك دكتور عزام. دكتور عزام، إذا سنة أخرى مرت من عمر حركة المقاومة الإسلامية حماس، ما الذي أضافته لسجل إنجازاتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا عندما نذكر أن 28 عاما قد مرت نعرف أننا كبرنا وهرمنا، لأنه كأنه بالأمس عندما بدأ كانت انطلاقة الانتفاضة، وكنا حين ذاك يعني نتطلع إلى نعم وكنا نتطلع إلى فلسطين، إلى الداخل الفلسطيني، ونرى الأمل يأتي من هناك، ولا زال بإذن الله هناك أمل. طبعا مسيرة حركة حماس مسيرة ضخمة، والحركة مع بالرغم من كل الظروف الصعبة التي تمر بها إلا أنها ظلت صامدة وظلت تنمو وتتسع داخل فلسطين وخارج فلسطين. وطبعا والسر في ذلك هو الإخلاص للفكرة. الفكرة هي التي لها الديمومة ولها القدسية. الذي يتخلى عن الفكرة مشروعه ينحرف يسارا أو يمينا أو يذبل ويتلاشى، أما الذي يتمسك بالفكرة فهو يتمسك بالديمومة. والفكرة هنا أن فلسطين لا مكان فيها للصهيونية. حماس خرجت من رحم غليان شعبي قبل 28 عاما لكي تؤكد على الفكرة التي كادت الفصائل الفلسطينية التي سبقتها فيما عدا الجهاد الإسلامي طبعا كادت أن تعصف بهذه الفكرة وكادت أن تقبرها بسبب أوهام السياسة وأوهام الحلول السلمية والتسويوية. بمعنى آخر أن ميلاد حركة حماس ووجود حركة حماس هو الذي عدل البوصلة في النضال الفلسطيني. يعني هذا يعتبر إنجاز ليس فقط لحركة حماس، هو إنجاز لقضية فلسطين، هو إنجاز للأمة العربية والإسلامية، لأن فلسطين أولا وآخرا قضية العرب والمسلمين. نعم. طيب دكتور، يعني هل فعلا استطاعت حركة حماس أن تعدل البوصلة كما تفضلت؟ بمعنى يعني أين هي الآن من مشروع التحرير؟ 28 سنة كما تفضلت في البداية ليست عمرا قصيرا، صحيح أنها في عمر الأمم والشعوب قد تبدو قصيرة، ولكنها حركة نضالية 28 سنة طبعا ولها امتداد تاريخي قبل هذا التأسيس الرسمي. أين هي اليوم من مشروع التحرير؟ مشروع التحرير هو في القلب من مشروع حماس، لأن كما قلت لك إذا كانت الفكرة هي أننا لا نقبل بوجود الصهيونية في فلسطين، معنى أننا نعمل على اقتلاعها ونعمل من أجل تحرير فلسطين. لكن أن تتمكن من أن تحرر أو لا تتمكن من أن تحرر هذا يحدده ميزان القوة والإمكانيات المتاحة. ولا شك أن ميزان القوة منذ أن نشأت حماس وحتى اليوم وربما حتى زمن سيأتي الله أعلم به ليس لصالح التحرير، ولكن على الأقل وجود من يدعم هذه الفكرة، من يكرس هذه الفكرة أننا لا نقبل باحتلال الصهاينة لأي جزء من فلسطين، هو الذي يبقي هذه القضية حية، وإلا لكانت انتهت وماتت وغرق الناس في وهم حل الدولتين الذي كان قد وعد به الفلسطينيون. لكن دكتور، أليس الكلام عن التنظير للفكرة بأنها هناك ثبات على الفكرة، هناك تمسك بالمبادئ، هناك تمسك بالأساسيات التي نشأت من أجلها هذه الحركة، فقط هذا ألا يحول دون تقييم حقيقي لمحطات مرت بها الحركة صعودا ونزولا؟ بمعنى أليست الحركة كما يطالب كثير حتى من المفكرين السياسيين والقادة السياسيين ربما القريبين من حركة حماس بضرورة عمل مراجعات لمسيرة الحركة؟ ما هي أهم
المحطات التي يجب أن تتوقف عندها حركة حماس وأثرت ربما سلبا على تحقيق إنجازات حقيقية في مشروع التحرير؟ لا بالتأكيد المراجعة مطلوبة ومطلوبة من كل الحركات والأحزاب، لكن المراجعة عادة تتطلب قدرا من الشفافية، حد أدنى من الشفافية، لأنك بدون هذه الشفافية في أمور كثيرة لا تستطيع أن تتكلم، أن تخرجها وتضعها على الطاولة وتجعلها موضع بحث. عندما تكون ملاحقا، عندما تكون على قائمة الإرهاب، عندما تكون ممنوعا في كثير من دول العالم، هناك جزء من عملك وجزء من تنظيمك لا تستطيع أن تبوح به ولا تستطيع حتى أن تناقشه بحرية. وهذه إشكالية الحركات السرية، جميع الحركات التي جزء من عملها سري المراجعة فيها تكون قاصرة ومحدودة. لكن بالتأكيد بإمكان الناس، وأنا متأكد أنه في داخل حركة حماس هناك محطات الناس تتحدث عنها، وآخر هذه المحطات التي عليها حديث كثير في بعض الأوساط هي الخروج من سوريا. عندما وقفت قيادة حركة حماس موقفا رفضت فيه الانصياع للمطالب الإيرانية وآلت على نفسها أن تفقد كل المكاسب التي حققتها في سوريا مقابل أن لا تكون سندا لنظام يقتل شعبه، لا شك أن هذا أدى إلى خسارة، خسارة ملموسة عند الحركة. وبعض الناس كان بدأ يتساءل يقول يعني هل حسبتنا كانت صحيحة أم لم تكن صحيحة؟ يعني في محطات كثيرة، من المحطة التي سبقتها محطة الحسم العسكري في شهر جون 2007. أنا أذكر في لحظة الحسم العسكري كان بعض قادة حماس في خارج فلسطين لديهم شكوك، ما الذي يجري؟ كان هناك في مباحثات مع محمود عباس وربما نقطع شوطا في التفاهم، ثم يأتي الحسم العسكري وتأخذ السلطة كاملة أو تستقر السلطة كاملة أمنيا وعسكريا وسياسيا في أيدي حركة حماس. حتى هذا اليوم هناك من يعتبر أنه ربما الحسم العسكري لم يكن خطوة صحيحة، مع أنه أنا موقفي الشخصي وعبرت عنه منذ البداية أنه لم يكن أمام حركة حماس مفر، فرض عليك واقع كان لابد أن تتعامل معه. إذن هناك محطات كثيرة من هذا النوع، والآن هناك محطة التنظيم الداخلي القيادة. يعني لما الأخ خالد مشعل أعلن أنه سيترجل ثم تراجع تحت ضغوط كثيرة من داخل الحركة ومن خارج الحركة وقبل بدورة ختامية إضافية ما كان ينبغي أن حسب اللوائح أن تكون، أيضا هذا أصبح مدار نقاش، وهذا يحتاج إلى مراجعة إلى أي مدى نستطيع أن نكون ديمقراطيين في حركة تلتزم ثورية سرية، ثورية وسرية في كثير من مكوناتها. لكن دكتور يعني الواضح أنه يعني هذه الحركة الثورية السرية لم تعد سرية، لا أريد أن أقول أن البعض يتحدث عنها أنها لم تعد ثورية لأن هذا ينافيه الواقع في قطاع غزة وفي الضفة الغربية هذه الأيام، لكن قطعا هي ليست حركة سرية بالمفهوم القديم للسرية، بمعنى أنها هي حركة حكمت في قطاع غزة، يعني حركة قيادتها أغلبها ظاهرة حتى العسكرية في كثير منها ظاهر. هذا شق، فهذا الشق يجب أن يشمله المراجعة الحقيقية للتجربة، لأنها صحيح. لم تعد حركة تنظيم تحت الأرض لا تستطيع أن تكون شفافة في النقد وفي التقييم. هل محطة الحكم في قطاع غزة تم مراجعتها داخل الحركة وتقييمها؟ يعني إذا كنا نتكلم عن شق ظاهر وعلني وممارسة يومية ولها احتكاك بالناس، لا شك أن هذا يمكن أن يراجع وينبغي أن يراجع، لأنه البشر يخطئ. حتى لو اجتهدت بحسن النية ممكن أن يكون اجتهادك صوابا، ممكن أن يكون اجتهادك خاطئا، وهناك أناس فسدت يعني ليسوا الناس ليست معصومة، يمكن الإنسان الضعيف أن ينحرف ويفسد وهذا يحصل. إذن لابد من المراجعة ولابد من المحاسبة إذا ما تبين أن هناك انحراف أو هناك خلل أو هناك خطأ، لأنه بقدر ما يكون عندك مراجعة ويكون عندك تنظيف للصفوف باستمرار بقدر ما تضمن استمرارية المشروع. طب من دكتور هو المسؤول عن عملية المراجعة؟ هل هي فقط حركة حماس من الداخل أم أن المفكرين والسياسيين
والخبراء يمكن أن يقدموا يعني النصيحة وينقضوا التجربة. مثلا دكتور عزام، أنتم خبير بشأن حركة حماس تحديدا، يعني هل وقع يعني لديك أن الحركة قامت بهذا التقييم الداخلي، وما هي نتائج مثل هذا التقييم؟ طبعا أنا خبرتي بحركة حماس متعلقة بالجانب السياسي أكثر منها بالجوانب الأخرى. يعني حركة حماس أصبحت الآن حركة ضخمة جدا، وهي تحكم في قطاع غزة، فهناك جوانب اقتصادية واجتماعية وقضائية وشرطية، يعني ربما الموضوع أكبر مني أنا شخصيا. ولكن إجابة على سؤالك، كل من لديه القدرة على أن يسدد ويقارب عليه أن يسدد ويقارب. إذا كنت أنا أحب هذه الحركة ومعجب بها وأدافع عنها وأرى أنني كفلسطيني هي التي تمثلني وتمثل قضيتي، فأنا حريص عليها. وأنا من هذا الباب انتقدت ميثاق حركة حماس، لا أدري إن كان غيري سبقني بنقده بالطريقة التي انتقدتها، لكن أنا انتقدته علانية وكتبت فيه فصلا كاملا في كتابي. لم ربما في بعض إخواننا يعني لم يرى أنا ذلك مناسب، لكن أنا وجدت أن من باب الأمانة أن وثيقة مثل هذه تضر بحركة حماس، وظروف تشكلها ونشرها لم تكن جيدة ولا مواتية، كان علي أن أنتقدها. أنا أيضا أنتقد طريقة الاختيار القيادة، يعني أنه إذا كان الإنسان يعني علينا أن نقرر، هل نحن حركة ثورية لا نلتزم بدورات محدودة في القيادة، أم أننا حركة ديمقراطية لديها لوائح تلزم؟ يعني لابد أن نختار أي طريق نريد ونحتكم إليه ونلتزم به. أي نعم، ولا ينبغي. يعني أنا الأخ خالد مشعل حكى لي صراحة وحكى لي غيري أنه تعرض لضغوط هائلة حتى تثنيه هذه الضغوط عن قراره بألا يجدد المشاركة في الانتخابات، يعني المشاركة في الانتخابات. طيب إذن تلك كانت محطة تستدعي أن نعيد النظر إذا كانت لا يناسبنا، إذا كان هذا الأمر لا يناسبنا ينبغي أن نعيد النظر فيه، في اللوائح والنظم وإن كنت أنا أكثر ميلا إلى المنظومة الديمقراطية، لأنه لا يوجد حركة تعتمد على شخص وحده. نعم. الفكرة النبيلة تخدم من قبل من يؤمنون بها، والذين يؤمنون بها كثر. نعم. ومبارك فيهم، فلا ينبغي أن نربط مصير الحركة بشخص واحد ونقول إنه إذا لم يظل هو في مقعد القيادة ستتأثر الحركة. طيب الدكتور، يعني لو أردنا أن نقف على أهم الصعوبات أو المعوقات التي حالت دون أو التي واجهتها الحركة، حركة حماس، وتأثيرها على فرص تحقيق مشروع الحركة في التحرير، أو على الأقل يعني التقدم بخطوات نحو التحرير، ما هي من وجهة نظرك أهم المعوقات التي واجهتها الحركة، وما هي الصعوبات سواء كان منها الداخلية أو الخارجية؟ طبعا كل مسيرة حركة حماس محفوفة كانت بالمعوقات والمخاطر منذ البداية، ولكن الملاحظ أنها عندما صمدت عند كل معوق وتحدته انقلب إلى نعمة بعد أن كاد يبدو في أعين الناس نقمة. الاحتلال معوق، الجهات الأطراف التي تنسق مع الاحتلال معوق، الأنظمة العربية التي ليس من مصلحتها أن يكون هناك حركة ثورية جهادية مناضلة تعمل من أجل تحرير فلسطين أيضا معوق، المنظومة الدولية معوق كبير، الوضع الجغرافي الذي وجدت نفسها فيه معوق، الآن حماس محاصرة في قطاع غزة أو ملاحقة في الضفة الغربية، هذه معوقات هائلة. بمعنى آخر، وعلى فكرة على مستوى الوطن الفلسطيني هل هناك معوقات؟ طبعا كون منظمة التحرير الفلسطينية التي اشتهر عنها أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني اختارت خط المساومة والقبول بوجود كيان صهيوني في فلسطين، هذا معوق كبير جدا. حتى الآن لا يوجد كيان بديل لمنظمة التحرير يمكن أن تقبل به المنظومة الإقليمية ولا المنظومة الدولية، وهذا معوق. ولذلك سعت حركة حماس إلى أن تدخل في مفاوضات مع حركة فتح والفصائل الأخرى، تعالوا ندخل البيت معاكم ونحاول أن ننظفه ونرتبه ونعيد ترميمه حتى يكون وجهنا للعالم وأمام شعبنا ابتداء ثم أمام العالم وجها مشرقا. لكن طبعا لم يكن ذلك ممكن ولا أظنه ممكنا، لأن منظمة التحرير لها ملاك ولها حراس والمفاتيح بأيديهم، ويأبون أن يعطوا هذه المفاتيح لأي أحد. نعم.
وإن كانت هناك محاولات لإنشاء كيان بديل في فترة من الفترات، ولكن أحبط ذلك بسبب معوقات عربية، لأن الدول العربية حتى صديقة لحركة حماس حذرتها من المضي في هذا الطريق. طيب، يعني إذا كانت هذه المعوقات التي ذكرت وهي جزء من يعني سلسلة كبيرة من المعوقات والصعوبات التي تواجه الحركة، هل يمكن القول إنه حركة حماس ما زالت رغم هذه المعوقات والصعوبات تستطيع أن تفرض نفسها يعني وحضورها سواء السياسي أو العسكري داخل ساحة الفعل الفلسطيني؟ وهي فعلا تفرض نفسها. يعني حركة حماس كثير من الناس يرغبون في أن يقنعوها على الأقل بأن تتنازل خطوة أو خطوتين حتى يتمكنوا من التعامل معها. يعني معنى آخر، هم يحتاجون إلى التعامل معها، ولا أدل على ذلك من توني بلير ومساعي توني بلير. يعني مساعي توني بلير وتردده على الدوحة لمقابلة الأخ خالد مشعل وإخوانه في الحركة، سببها أن هناك إشكال لا يحل إلا بحركة حماس، وهو إشكال وضع غزة والغاز الفلسطيني اللي في البحر المتوسط. كل هذه الأمور جعلت واحد مثل توني بلير معروف بصهيونيته وبكراهيته للإسلاميين والحركات الإسلامية بل وللإسلام أن يتردد على الدوحة أملا في أن يعمل بزنس مع الحركة. إذن هي فارضة نفسها. حتى الإسرائيليون بينهم انقسام في موضوع حركة حماس، هل حركة حماس شيء يمكن أن يجتث ويقضى عليه وقد حاولوا ذلك مرارا وتكرارا، أم هي أمر واقع لابد أن نتعامل معه ولو بشروطها هي؟ يعني هذا النقاش موجود عند الإسرائيليين أنفسهم أيضا أو عند بعضهم، وناس مقربين حتى من نتنياهو حاولوا أن يسمروا غور هذا الأمر مرارا وتكرارا، ولكن نتنياهو في نهاية المطاف لأنه تحالف مع اليمين المتطرف ومع جماعة المستوطنين أغلق الباب على هذه المحاولات، لكن كانت في محاولات جادة أنه هل يمكن أن نتفاهم مع حركة حماس؟ طيب، يعني لو أنا أردت أن أعود الحقيقة في مجموعة نقاط مما تفضلت أريد أن أتوقف عندها، وخاصة الميثاق وكيف يعني يضر بالحركة، هذه النقطة تحتاج إلى تجلية، وكذلك قصة توني بلير وإمكانية أنه يقبل العالم الغربي بحركة حماس. لو أخذنا جزئية توني بلير، يعني هو الثمن الذي دفعته منظمة التحرير حتى قبلها العالم كان ثمنا كبيرا جدا، وما زال الشعب الفلسطيني يتجرع مرارة هذا الثمن، وهو السلام الهزيل أو مظنة السلام وليس سلام حقيقي على الأرض. هل حركة حماس بمثل هذه اللقاءات يعني يمكن أن تكون بدأت بالسير على نفس النهج كما يقول البعض، يعني تدفع ثمن قبولها لدى الغرب، وهل هي حريصة على هذا القبول بأي ثمن؟ الذين يأتون لحركة حماس ويعرضون عليها مبادرات هم نوعان من الناس. نوع يعتقد بأنه كما انحرفت المسيرة بمنظمة التحرير يمكن أن تنحرف بحركة حماس، والتنازلات التي قدمتها حركة فتح يمكن أن تقدمها أي حركة أخرى بما فيها حركة حماس. هناك نوع آخر فهم حماس تماما وعارف أن حماس لديها مبادئ لا تتنازل عنها، وأنها لا يمكن أن تعترف بشرعية الوجود الصهيوني في فلسطين، ويريد أن يتعامل معها على هذا الأساس من منطلق مصطلح الهدنة أو مفهوم الهدنة أو وقف إطلاق النار متوسط أو طويل المدى. أما من حركة حماس نفسها فلا يوجد إطلاقا حتى هذه اللحظة أي تنازل أي تراجع أي استعداد للتخلي عن الفكرة. يعني هذا القطع بأنها غير مستعدة، البعض يقول أنه مجرد أنها تجلس مثل هذه الجلسات هو وصف لحالة كانت منظمة التحرير عليه وكانت تزعم أنها لا يمكن أن تتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني، ولكن ضغط العالم الغربي على حركة فتح ومنظمة التحرير أدى في الأخير إلى مثل هذه التنازلات. هل حركة حماس محصنة عن ذلك؟ طبعا إذا لا سمح الله سارت حركة حماس في نفس الطريق الذي سارت فيه حركة فتح ستنتهي إلى ما انتهت إليه حركة فتح، لكن نحن الآن نتكلم عن الواقع عن الحاضر. الفرق كبير بين الأمرين. ياسر عرفات عندما كان يرسل بعض مستشاريه ليقابلوا اليهود في أوروبا وفي غيرها كان يريد أن يتوصل إلى الإسرائيليين، يتوصل مع الإسرائيليين إلى تفاهم على مبدأ حل الدولتين منذ ذلك الوقت المبكر، بينما التواصل بين حركة حماس وبين غيرها هو على
حل إشكالات ميدانية وليس على الاعتراف بالصهاينة. طب هم الصهاينة حصلوا اعتراف من منظمة التحرير، لماذا يحتاجون إلى اعتراف من حركة حماس لو أنه وضعهم ماشي؟ وضعهم مش ماشي وعندهم عقدة وعندهم إشكال يحاولون أن يحلوه بطريقة مختلفة. واضح. سنأخذ فاصل قصير دكتور عزام، وسنناقش بعد الفاصل محاور كثيرة، لكن سنتوقف عند كيف يضر ميثاق حركة حماس بالحركة، وأيضا نتوقف قليلا عند حل الدولتين وموقف الحركة منه. إذا مشاهدينا الكرام، نخرج الآن لفاصل قصير، نعود بعده لمتابعة النقاش حول أهم التحديات التي تواجه حركة حماس في الذكرى 28 لتأسيسها، فأرجو التفضل بالبقاء معنا. مع دخول فصل الشتاء الأكثر برودة منذ 50 عاما، من حق تلامذة فلسطين أن ينعموا بشتاء دافئ. كونوا معنا في حملة الشتاء الدافئ التي تنظمها مؤسسة إياب للعون الفلسطيني لمساعدة طلبة الأيتام في المناطق الأكثر حاجة في القدس وغزة والضفة الغربية. ننتظركم على الهواء مباشرة. كان يتكلم كلام المغرور يعني أوباما، قال والله العظيم أنا، يحكي مصري، لما قلت له أنت بتجد عندك لقوة الملك حسين عنده الطيارات والدبابات، إذا بتضايق بطلع الطيارات إلى آخره، قال لي أنا والله العظيم الملك حسين لو يعطس حعرف أنه عطس ولا معطس، يعني إيده في القصور داخل إيده، يعني الملك على إيده زي. طبعا هذا غرور يعني، قال بلغة المصرية، قال أنا والله العظيم الملك حسين لو عطس ولا معطس حعرف إنه عطس ولا معطس فيها. أنا رأساً ركبت سيارتي ورحت على المكتب التنفيذي قيادة الإخوان وقلت لهم الأمر هيك في غرور يعني، الساعة ما كان مقتول واحد ولا حاج ولا مش فيها. فقال شو أنت بتشوف بتنسب؟ كنت متنسب إن نعلن انسحابنا من فتح. الداعية والبرلماني الأردني السابق الشيخ ذيب أنيس في الحلقة الثانية من برنامج مراجعات يأتيكم في الأوقات التالية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من برنامج بانوراما فلسطينية، والذي نتابع فيه نقاش حول حركة حماس في ذكرى انطلاقتها 28، ونتوقف عند أهم التحديات التي تواجه الحركة. أرحب مجددا بالدكتور عزام التميمي الإعلامي والخبير بشؤون حركة حماس، وكذلك انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عدنان أبو عامر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة في غزة. وأبدأ من الدكتور عزام، حيث أن الحوار متصل بما توقفنا عنده في الجزء الأول، وأريد الاستيضاح حول كيف يضر ميثاق حركة حماس بالحركة. أول أمر يتعلق بهذا الميثاق أنه لا يعرف عنه كثير من أنصار الحركة شيئا، وربما في وقته حصل على بعض الاهتمام ثم كأنه اندثر، ولكن جل الاهتمام بالميثاق هو في الأوساط الصهيونية، والصهاينة يستخدمون ما ورد في الميثاق للاستدلال على أن حركة حماس حركة مناهضة للسامية وحركة لا إنسانية وكذا وكذا إلى آخره من الصفات التي تنفر الرأي العام العالمي منها. الميثاق، ميثاق أي حركة مناضلة وسياسية له أسلوب في الكتابة، وميثاق حركة حماس أبعد ما يكون عن هذا الأسلوب. مفروض أنه أنت تعرف نفسك إلى الناس، من أنت وما هو هدفك وما الذي تريده، ويكون في البداية في ديباجة تلخص القضية التي أنت تناضل من أجلها. أليس هذا هو مضمون ما هو موجود الآن ويعرف بميثاق حركة حماس؟ طبعا بعض هذا موجود، ولكنه موجود بلغة غير مناسبة على الإطلاق لخطاب الآخر، لغة فيها اعتماد على بروتوكولات حكماء صهيون، وهي وثيقة مزورة لا يصح نسبتها إلى اليهود إطلاقا، بل استخدمت من أجل
التنكيل باليهود في روسيا أولا في عام 1885، ثم في فرنسا في حادثة دريفوس، ثم عند الظهور النازي في ألمانيا. تعتمد على الميثاق، يعتمد على نظرية المؤامرة أيضا في تفسير أحداث التاريخ، وهذا التفسير غير صحيح وغير مناسب. إذن دكتور، أنت لست ضد المحتوى السياسي في الميثاق، ميثاق حركة حماس، إنما في الصياغة والاعتماد على بعض المصادر التي تنتقد من الغرب، بمعنى البعد الديني في الصراع، أليس كذلك؟ الفكرة التي لا نختلف عليها أن فلسطين هي لنا وينبغي ألا يكون فيها للصهاينة وجود، هذا لا خلاف عليه، لكن كيف تقدم هذا للعالم؟ كيف تقنع الناس به كحركة وطنية إسلامية مناضلة ومجاهدة؟ كيف تقنعهم به؟ هل تدعي بأنه كما قال البروتوكول الفلاني من الوثيقة الفلانية وهي وثيقة مزورة؟ إذن دعوتك إذن هي لإعادة الصياغة دون تغيير في الثوابت الوطنية الفلسطينية. أنا أدعو حركة حماس إلى كتابة ميثاق جديد بلغة مختلفة تماما يحافظ على نفس المبدأ. المبدأ هو أن المشروع الصهيوني هو مشكلتنا، وأننا أن نضالنا وجهادنا هو من أجل القضاء على هذا المشروع. طيب، نقطة أخرى وهذه باختصار لو تكرم الدكتور عزام حتى نشرك معنا الدكتور عدنان، لكن مرتبطة بالجزء الأول من النقاش، له حل الدولتين. قلت أنت أن فكرة حل الدولتين يعني هي ليست جزء من الفهم السياسي الوطني لدى حركة حماس، لكن الممارسة السلوكية السياسية للحركة وحواراتها مع السلطة الفلسطينية داخليا وربما مع آخرين في الإقليم وفي العالم تتمحور حول القبول بحل الدولتين، كيف يكون ذلك؟ نعم، وهذه نقطة فيها إشكالية، وأنا انتقدت فيها الحركة وانتقدت فيها أصدقائي وأحبائي وإخواني زعماء الحركة عندما قبلوا بفكرة وجود دولة فلسطينية ضمن حدود 67، لأنك في اليوم الذي تقول بأنك تقبل بدولة في حدود 67 فأنت تعطي انطباعا بأنك تقبل بشرعية الدولة المجاورة لها وهي إسرائيل، ما كان ينبغي أن يدخلوا في هذا الموضوع إطلاقا. واضح. طب الآن اسمح لي إذا أشرك معنا الدكتور عدنان أبو عامر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة في غزة. أستاذ عدنان، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا دكتور عدنان. هل ما زالت حركة حماس في ذكرى انطلاقتها 28 مفعمة بالأمل والنصر وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني بالتحرير رغم كل هذه الظروف والمعوقات؟ أولاً مساء الخير أستاذ زاهر ودكتور عزام، حياك الله. سؤالك ذكرني بما أطول العيش لولا فسحة الأمل. شوف، لا شك الأمل قائم بالتأكيد، لكن كأني مضطر للعودة قليلا إلى ما تفضل به الدكتور عزام حول موضوع الميثاق وطرح سؤال حقيقي على قيادة حماس في الذكرى 28. بالفعل، هل ما زال هذا الميثاق يمثل حماس اليوم بعد 28 عاما؟ التطور السياسي والنضج الفكري والعلاقات الدولية، لماذا تبقى بضع صفحات محترمة وسطور كريمة تعتبر عقبة كأداء أمام وجود انفتاح سياسي للحركة أمام كل العالم؟ لماذا تحولت حماس بصورة أو بأخرى إلى مجرد تقديس لهذا النص الذي ليس مقدس بالأساس؟ وإنما قد تكون هناك اعتبارات، يعني ليس بالضرورة اعتبارات منطقية مفهومة، تقف يعني حجر عثرة أمام إعادة صياغة لهذا الميثاق. ليس بالضرورة أن هذا تغيير الميثاق أو إعادة صياغته سيعتبر يعني نصا نويا لحماس، لكن بالتأكيد سيزيد أمامها يعني عقبات كأداء في طريق فتح علاقات سياسية وحرمان إسرائيل. نتكلم عن موضوع إسرائيل، حرمان إسرائيل من ورقة ترهب بها حماس فكريا أمام العالم وتسوق هذا الميثاق عند صناع القرار الدولي بأن هذه حركة إرهابية معادية للإسلامية. يعني أنا بالأمس استمعت إلى إذاعة لحماس في غزة تتكلم عن تورد بعض نصوص الميثاق أن هذا الشرق الشيوعي والغرب الصليبي. معقول هذا مصطلحات تردد في 2015؟ يعني هل هناك تبقى شرق شيوعي وغرب صليبي بهذا؟ إذا أنت دكتور عدنان واضح أنك مع ما تفضل به الدكتور عزام هنا بضرورة إعادة صياغة الميثاق، لكن ليس مع التنازل عن أي من الثوابت الوطنية التي يحتويها الميثاق. وبعيدا عن ذلك أريد أن أسأل عن يعني عودة للسؤال الأول، هل حماس كممارسة وسواء سياسية أو عسكرية ما زالت تمثل للشعب الفلسطيني يعني الأمل والطموح في التحرير والاستقلال حتى هذه اللحظة؟
نحن مع الدكتور عزام على الموت يعني على الميثاق وسوى الميثاق. لكن هذا القضية حماس تعتبر بالنسبة للفلسطينيين، هذا أكدوا استطلاعات الرأي الأخيرة أنها بالفعل يعني أحد بوابات القضية الفلسطينية الحقيقية والمعبرة عن طموحات استطلاع الشعب الفلسطيني إلى جانب قوى سياسية فلسطينية أخرى. لكن ذلك يتطلب من حماس أن تكون يعني أكثر تعبيرا عن مجموع الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج من خلال بعض المسلكيات أو السياسات الخاصة بالإدارة العامة للوضع في قطاع غزة بشكل خاص. تعلم أن قطاع غزة لا يمثل يعني أقل من 1% من فلسطين التاريخية، ومليون ونصف موجودين فيه من السكان، يعني إلى جانب هناك أكثر من 10 مليون فلسطيني في الداخل والخارج. لكن لعل التركيز الإعلامي والسياسي على قطاع غزة يجعل الترومتر أو المايسترو الذي تدير حماس موجب الأوضاع هو الذي يعمم على باقي المناطق. الأوضاع الفلسطينية عموما تجعل من حماس وترشح حماس بصورة بأخرى أن تقود المشروع الوطني الفلسطيني إلى جانب باقي القوى بخطاب وطني عام سياسي عام أكثر من الخطاب الحسيا فصائليا. حتى بعد تجربة الحكم أو ما يسمى تجربة الحكم في قطاع غزة والقلق في أوساط الشعب الفلسطيني في القطاع نتيجة الحصار المستمر وتداعيات الحصار على الناس في لقمة العيش وفي الصحة وفي كل جوانب حياتهم، حتى بعد هذه المعاناة الكبيرة يعني ما زالت حركة حماس تمثل هذا الأمل والهاجس للناس، أم أن هناك، ودعنا نكون واقعيين دكتور عدنان، أرجو يعني أن ترصد لي الواقع. أنا رأيت في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة حملات ضد حركة حماس على الفيسبوك وغيرها تطالب مثلا بتسليم المعبر باعتبار أن هذا هو عقدة المنشار ولا بد أن تتنحى حركة حماس عن السلطة لأن الناس ملت من حركة حماس. هل هذا له رصيد على أرض الواقع وكم حجم هذا الرصيد؟ شوف، لو قدر لي أن أدخل إلى عقول قيادة حماس بالذات في غزة وأسأل لو استقبلت من أمري ما استدبرت هل دخلت الحكم أصلا واستلمت السلطة الفلسطينية في 2006، أزعم أنه يعني أوساط كبيرة في حماس تقول لا، نعم لو استقبلت من أمري لما دخلت هذا المشروع. تجربة حماس في الحكم لها وعليها بالتأكيد، لكنها ربما تكون يعني إحدى السلامات التي تعكر صفو الصورة الواضحة لحماس على اعتبار أن هذه سلطة مرهونة للإسرائيليين، هذه سلطة معيشية إدارية وظيفية، هذه سلطة محاصرة إلى آخره. وبالتالي حماس سواء دخلت أو أدخلت اختارت أو اضطرت لأن تقود الوضع في الأراضي الفلسطينية وغزة بالذات، لكن بالتأكيد أن التبعات المترتبة كانت سلبية وسلبية للغاية. الحديث الأخير عن موضوع المعبر والإدارة المعيشية، شوف هناك كثير من الآراء تطرح داخل حماس ومن قبل مقربيها ومناصريها بضرورة إحداث حراك حقيقي، إلقاء حجر في المياه الراكدة بعيدة عن الحلول الآنية والترقعية للوضع السياسي والمعيشة القائمة في غزة. السلطة الفلسطينية والمصريين بشكل خاص، الإسرائيليين طبعا أساسا يحاولوا أن يمارسوا مزيد من الضغوط على الفلسطينيين في غزة حتى لو كان الثمن معاناة إضافية، لكن شرط أن نضغط على الفلسطينيين في غزة للخروج إلى مظاهرة ضد حماس. وهذا يعني قد نشهده شاهدناه في السابق بعض موضوع الكهرباء وسواء. لكن هناك حماس لديها تخوفات هواجس أن يعني يكون تسليم المعبر هو الخطوة الثانية في تجريد حماس من سيطرته على غزة بعد أن كان تسليم الحكومة في العام الماضي، وبالتالي تجريدها من سلاحها وهو الأهم. شوف أنا موضوع السلاح موضوع يبدو أنه ليس أنه خط أحمر، هو يعني خط صعب. حماس في غزة لم تعد فصيلا فلسطينيا على هامش وضع السياسة في الواقع العسكري. طيب دكتور، لديها ما يقرب من جيش نظامي في غزة، وبالتالي لا يجب أن يكون الهاجس هذا أو التخوف يعني سببا لإحجام حماس عن تقديم حلول حقيقية واقعية لوضع المعيشة في قطاع. طيب دكتور، أرجو أن تبقى معنا حتى نشرك الدكتور عزام في النقاش معنا. دكتور، يعني هل يعني نجحت فعلا فكرة المزاوجة بين المقاومة والحكومة التي بنت على أساسها حركة حماس المشاركة في انتخابات 2006 ثم باستلام الحكومة في قطاع غزة، هل نجح إلى أي مدى، دعنا نقول إلى أي مدى نجحت في تطبيق هذا الشعار الذي أسست لمشاركتها بناء عليه؟ هو الحقيقة يعني زي ما حكى الأخ عدنان، يعني لو استقبلنا لكان، لكن إحنا بنتكلم عن اجتهادات في حينه. أنت عندما تكون أمامك خيارات محدودة مضطر أن تجتهد. فرضية التي كانت موجودة في ذلك الوقت أن أوسلو ماتت، تلك كانت الفرضية، لأن إذا بتذكر شارون
يعني أعلن وفاة أوسلو، وياسر عرفات حصل له ما حصل، فجاء وانسحب الإسرائيليون بشكل أحادي من قطاع غزة. فحركة حماس عندما شاركت في 2006 اعتبرت أن الظروف غير 1996. إذن أنا أحاسب الحركة على اجتهادها ضمن سياق زمنها، ضمن سياق زمن الاجتهاد، وليس ضمن سياق زمن آخر. لا شك أنه تحديات كبيرة جدا. الآن أكبر تحدي يواجه الحركة تمويل الحكومة، لكن هي ليست في الحكومة الآن، لكنها تدير قطاع غزة. هي ليست الحكومة صحيح بشكل معلن ورسمي كعنوان، ولكن من الذي يدير شؤون غزة؟ حركة حماس تدير شؤون غزة. من يدفع الرواتب للموظفين؟ لأنه جماعة السلطة رفضوا أن يدفعوا الرواتب. هنا يقودنا الكلام هذا دكتور إلى مشكلة أساسية أو سؤال مهم في المعادلة الفلسطينية الداخلية، وهو مدى حرص حركة حماس على الشراكة السياسية وعلى وحدة الصف الوطني الفلسطيني في ظل هذه المتغيرات والصعوبات التي تعيشها. الإخوة في قيادة حركة حماس أبدوا مرونة أكثر بكثير من اللازم، وأنا وكثيرون غيري انتقدناهم على ذلك. أنا شخصيا لا أعتقد أن السلطة في رام الله أو أي طرف عربي يريد المصالحة الفلسطينية لصالح الفلسطينيين. المصالحة الفلسطينية هي أداة من أجل لجم المقاومة ومن أجل تركيع من لم يركع بعد، هذا الهدف. ولذلك لم تنجح حتى الآن عملية المصالحة لأنها لم تحقق التركيع المطلوب. يعني أذكر لك مثال، أحد كبار قادة منظمة التحرير في إحدى المؤتمرات الأوروبية وقف أمام حشد من الأوروبيين والأمريكان والإسرائيليين ليقول: نحن ركعنا حماس في نقطتين وبقيت نقطة واحدة. قال: لقد قبلت حماس بحل الدولتين لأنها قالت نقبل بدولة في 67. قال: حماس قبلت بالمقاومة السلمية، وهذا يعني استعداد للتخلي عن السلاح بناء على تصريحات خالد مشعل طبعا. أي نعم. وقال: لم يبقى إلا أن تقبل بالاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير، ونحن نتعهد لكم، قال هذا الكلام، نحن نتعهد لكم بأنها لن تدخل منظمة التحرير حتى تقبل بكافة الاتفاقيات التي وقعناها من خلال المنظمة. يعني بمعنى آخر، المصالحة من وجهة نظر السلطة الفلسطينية ومن يساندها هي مطب، هي مصيدة لحركة حماس. إذا بناء على هذا التوصيف، ما تتحدث به حركة حماس عن المصالحة وعن الشراكة الوطنية إذا كلام أيضا للتسويق المحلي أو للإعلام فقط، جزء منه من باب إحسان الظن أنه لعل وعسى، جزء منه ضغوط عليهم. يعني لما كانوا في سوريا كان حتى النظام السوري يضغط عليهم ويقول اقبلوا بالمصالحة، النظام المصري كان يضغط عليهم، النظام السعودي كان يضغط عليهم، الأنظمة العربية كانت تضغط عليهم باستمرار، كانت تكاد تخنقهم خنقا. طيب اسمح لي أرجع للدكتور عدنان. دكتور عدنان، يعني ونحن نتحدث عن الواقع في قطاع غزة، هناك جانب لابد من الإشارة إليه ويشير إليه البعض ربما بسلبية، يقولون أن هناك تراجع حقيقي في مدى التزام حركة حماس بمشروع المقاومة بناء على التجربة والصعوبات والمعوقات التي يصعب حصرها. هل فعلا توقفت حماس يعني أو مشروع المقاومة توقف في مسيرة حركة المقاومة الإسلامية حماس، وخاصة بعد الحرب الأخيرة والهدنة أو هدنة الأمر الواقع الذي يعيشها القطاع؟ لا، العكس من ذلك. بالعكس، القراءة الميدانية الواقعية لسلوك حماس العسكري في قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة يشير إلى أنها يعني واضح أن تقفز خطوات نوعية في مسيرة إعدادها وتسليحها وبنيتها العسكرية والتسليحية. لكن ليس بالضرورة كلما امتلكت حماس نوعا من السلاح أو قدرات تسليحية جديدة أن تبادر عشان حرب. هذا ليس يعني له علاقة بالعلوم العسكرية. الإسرائيليون يعلمون ما تقوم به حماس أكثر من الآخرين، ويعتقدون أن حماس تحضر قدرتها العسكرية وبنيتها التسليحية لمواجهة قادمة لا محالة. لكن لعل إذا قدر لي أن أقدم توصية، أقدم رأي، السلاح الحقيقية للمقاومة الفلسطينية عموما وحماس خصوصا في الضفة الغربية، هناك الصراع، هناك المواجهة، والإسرائيليون لديهم من قدرات عسكرية فتاكة وقاتلة بإمكانهم أن يحاصروا قطاع غزة وينزلوا فيه الضربات الصاروخية على مدار الساعة كما حصل في الحرب الأخيرة. ترد المقاومة لديها من قدرات متواضعة بصواريخ وقذائف، لكن تعال تخيل معي لو كانت 10% هذه القدرات العسكرية لحماس في الضفة الغربية، كيف سيكون الوضع؟ لذلك
ربما تكون يعني قدر قطاع غزة أن يكون منصة انطلاق نقطة ارتكاز المقاومة، لكن ليس بالضرورة أن تكون هذه البقعة الجغرافية الضيقة الصغيرة هي التي تشهد كل الصراعات والحروب خلال فترة زمنية وجيزة. طيب دكتور عدنان، يعني هذا يقودنا إلى الكلام عن العلاقات الوطنية الفلسطينية تقييمك لأداء حركة حماس بهذا الاتجاه، وهل هناك مخرج حقيقي في علاقة إيجابية مع الكل الفلسطيني، يعني حماس مع حركة فتح ومن يدور في فلك حركة فتح؟ المسألة ليست إجابتها على الإطلاق نعم أو لا. هناك حماس تحاول يعني في السنوات الماضية والفترة الأخيرة أن تدير علاقاتها الوطنية الداخلية لكثير من الأريحية والإيجابية، ولعل تشكيلة القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة نموذج حي على هذا الموضوع. ومعظم القوى الفلسطينية حتى فتح بصورة أو بأخرى لها علاقات إيجابية مع حماس في غزة، باستثناء بعض المواقف السياسية المعلنة التي تحول دون إعلانها بسبب فيتو السلطة الفلسطينية في رام الله. لكن بالعموم لا، حماس لديها شبكة علاقات وطنية داخلية محترمة، وهناك لقاءات على مدار الساعة كما نعلم، واجتماعات دورية وإصدار بيانات مشتركة في كثير من القضايا حتى الخلافية. لذلك لا، حماس لديها يعني هذا الرصيد الشعبي الداخلي رسميا وشعبيا في علاقاتها الوطنية الداخلية. أشكرك دكتور عدنان أبو عامر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة في غزة، كان معنا عبر الهاتف. دكتور عزام، ننتقل من العلاقات الوطنية للعلاقات العربية والإسلامية، كيف ترى علاقات حركة حماس مع العالم العربي والعالم الإسلامي؟ وسنتطرق أيضا للبعد الدولي في العلاقة مرة أخرى، هل هناك تحسن؟ هل هناك تراجع؟ هل ما زالت يعني ظلال التراجع في الربيع العربي مخيمة على حراك حركة حماس، أم أن هناك انفراج في العلاقات؟ يعني ضمن القطاعات العلاقات جميعا أسوأ علاقاتها مع العالم العربي للأسف، يعني الدول العربية هي أكثر الدول محاصرة لحركة حماس، يعني ما فيش الآن إلا قطر وربما السودان على المستوى الرسمي بيرحبوا بحركة حماس، وربما تونس ربما تونس الآن بالظرف الحالي ما أظن، يعني لا أدري. لكن على المستوى الإسلامي في علاقات ممتازة الآن مع تركيا لا شك، مع ماليزيا، ومؤخرا الأخير مشعل زار ماليزيا وهذه لم تكن الزيارة الأولى. على المستوى الأوسع الإسلامي دولي نعم. هناك علاقات ممتازة مع جنوب أفريقيا، وجنوب أفريقيا بلد مهم في أفريقيا لأنها من أهم البلدان في القارة ككل وليس فقط في الجزء، وأيضا رمزيتها التاريخية والنضالية، وممكن يعني لو وعدوا بشيء يمكن أن يفوا به، يملكوا أن يفوا به. كان يمكن أن تحصل حقيقة فتوحات حتى في أوروبا، ونحن وصلنا خلال السنوات الماضية إلى تحسين وضع حماس أمام الرأي العام وبعض القطاعات السياسية، لكن للأسف الدول العربية وخاصة الإمارات العربية المتحدة التي مولت الثورة المضادة حرضت على حركة حماس كما حرضت على حركة الإخوان المسلمين في أوروبا، وسبب ذلك تراجعا. ولا أدل على ذلك من ذكر كاميرون بالأمس لحركة حماس ضمن البنود التي ذكرها حول المراجعة الخاصة بالإخوان المسلمين، والتي كان مضمونها أننا نريد التأكيد على أن حركة حماس حركة إرهابية هكذا قال، وأننا نلتزم بقرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أموالها وإلى آخره وإلى آخره. والسبب طبعا، وقارن ذلك بقبل شهور قليلة عندما كان على استعداد كاميرون أن يستضيف خالد مشعل هنا مع توني بلير. للأسف يؤسفني من خلال محادثات توني بلير مع الحركة، نعم أنا يؤسفني أن أقول أن الدول العربية هي التي تقف وراء هذا التحريض على حركة حماس في الغرب. هل يمكن نختم بهذه، هل يمكن أن تلعب الجاليات العربية والمسلمة في أوروبا دور إيجابي ليواجه الدور الرسمي العربي المحرض على حركة حماس، وبالتالي يؤهل حركة حماس لعلاقات أفضل في أوروبا؟ بالتأكيد، ولذلك أنا أهيب بالمسلمين والعرب الذين يعيشون في أوروبا ألا يخافوا من دعم حركة حماس، ألا يخافوا من الدفاع عن الحق والعدل أينما وجد. مش هيحصل لهم حاجة على فكرة، نحن بيننا وبين هؤلاء السياسيين القضاء، يأخذون على المحاكم ونشوف القضاء إيش بيحكم. أشكرك دكتور عزام التميمي، المفكر الإسلامي والخبير بشؤون الحركات الإسلامية وحركة حماس، ومؤلف كتاب حركة حماس من الداخل.
أشكرك شكرا زين على هذه المشاركة. إذن مشاهدي الكرام بالغ الشكر لكم أنتم أيضا على كريم متابعتكم، ولن نلتقي في حلقة قادمة. هذا زاهر بيراوي يحييكم ويستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.